مرحبا بالجميع. في هذا الفيديو سنعرض لكم كيفية تركيب جهاز الفيديوفوني بقياس 7 بوصات KCVS701EBC وكاميرا الباب KCS81MU. قبل البدء يرجى قراءة تعليمات الأمان الواردة في الدليل. في الجزء الخلفي من الشاشة ستجد منافذ التوصيل. نظراً لأننا سنقوم بتوصيل كاميرا باب واحدة فقط في هذا الوقت، سنستخدم منفذ أي كاميرا واحد فقط. في الجزء الخلفي من كاميرا الباب، قم بتوصيل السلك ذو الأربع أطراف المرفق. انتبه إلى ألوان الأسلاك كما هو موضح في الصورة. الآن قم بتوصيل الأسلاك الأربعة بين كاميرا الباب والشاشة مع مطابقة ألوان الأسلاك. أخيراً استخدم الموصل ذو الثلاث أطراف لربط فتاحة الباب بكاميرا الباب كما هو موضح في الصورة. تأكد من اختبار الشاشة وفتاحة الباب للتأكد من عملها قبل الانتهاء من التثبيت. شكراً على المشاهدة.